سهيل النوبي الموجود في قائمة البدلاء. فرصة نجريدو، جول نجريدو من أول فرصة، نجريدو من أول لمسة، هو من أعاد العميد، هو من أعاد العميد. أهداف الآن وصلت إلى الرقم 8. أهداف الآن نجريدو، نجريدو ما بدأ الموسم بالمناسبة، بدأ الموسم في الجولة الثالثة، يعني غاب في الأسبوع الأول، غاب في الأسبوع الثاني. أنا قلت أن النصر إذا استمر كذلك سيكون المبادر بالتسجيل. النصر أخطر، النصر أفضل، ولاعب يعرف طريق الشباك في هذه المناسبات. ألفارو نجريدو الإسباني، مرت الكرة الماضية من أمام عبد الله الرفاعي ووصلت إلى نجريدو، ونجريدو القائد النصراوي.